أن الجانب الإيراني ليس متحمسا في برامج الإيران النووي. نحن بحاجة إلى تساءل تحليل نشره معهد واشنطن حول إمكانية صدور قرار سعودي بالتحول إلى دولة تمتلك قنبلة نووية بعد التصريحات الأخيرة للأمير فيصل بن فرحان قبل أيام، والتي قال فيها إنه إذا أصبح لدى إيران سلاح نووي جاهز للعمل سيكون من الصعب التكهن بما سيحدث. واستحضر التحليل تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 عندما صرح لشبكة CBS نيوز أنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فسوف نحذو حذوها بدون شك في أقرب وقت ممكن، واعتبر أن البعد النووي للسياسة الخليج العربي يشهد مجدداً حالة من التغير المتواصل على أقل تقدير نظراً لموارد النفط والغاز الطبيعي التي تملكها دول الخليج، وأيضاً التقارب المتجدد مع الصين. حياراتنا وسوف نواجه وقتها إيران بسلاح نووي، سوف يكون وضع خطير جداً في الشرق الأوسط، أرجو أن لا يزعم مني فخامته. وكان المسؤولون الأمريكيون في حالة تأهب خلال زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينغ الأخيرة إلى السعودية بسبب دور بكين في مساعدة الرياض على تشييد منشأة لاستخراج الكعكة الصفراء من خام اليورانيوم، وهي القضية التي كشف عنها في الصحافة الدولية عام 2020. ومن المعروف بحسب الكاتب أن الصواريخ التي باعتها الصين للسعودية قبل أكثر من 30 عاماً قادرة على حمل السلاح النووي، وللمملكة علاقات وثيقة مع باكستان التي قايدت قبل 40 عاماً تكنولوجيا التخصيب بواسطة أجهزة الطرد المركزي بتصاميم أسلحة صينية وبضعة رؤوس حربية من المواد عالية التخصيب. ويقول الكاتب في الواقع أن السعودية ليست وحدها التي تعيد النظر في موقفها الدبلوماسي، ففي حديث للمستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في اليوم السابق لانعقاد المؤتمر نفسه الذي شارك فيه وزير الخارجية السعودي، حذر أنور قرقاش الدول الأوروبية التي تلتمس من الخليج إمدادات الطاقة الطارئة من أن التعاون يجب ألا يتخذ شكل صفقات.